نزل أخيرا من الطيارة على أرض مصر بعد غياب دام لأكتر من 15 سنة. نزل وهو ماشي بكل هيبة، وكان لابس كل ملابسه باللون الأسود واللي زاده وسامة. خرج من المطار وركب عربيته الفخمة ومشى بيها، وفي صعيد مصر في بيت كبير كان العمدة قاعد بكل شموخ وحواليه الرجالة بتاعته. وفي الدور التاني من البيت ده كانت قاعدة جوه أوضتها وهي ماسكة المصحف بتاعها وبتقرأ فيه بكل خشوع. وأول ما خلصت وردها من القرآن فتحت الفون وقعدت تقلب في صفحات بتاعة الفيس، وبتيجي عينيها على صفحة رجل الأعمال المشهور فارس المصر، شاب في 28 من عمره، كان عايش برا مصر لأكتر من 10 سنين. كانت بتتفرج على صورته وهي متخيلة إن ده بطل أحلامها، ولقيت تعليق تحتيه بيقول إن هو نازل يوم الخميس. وفي لحظة استدركت واستوعبت إن النهاردة هو الخميس، ومع استيعابها عن اليوم استوعبت أكتر إنها بتبص لواحد ما يحلش ليها. عشان كده استغفرت ربها: استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، ايه اللي انا بعمله ده؟ بقى حصلت ان انا بص لواحد ما يحلش ليا بالشكل ده. خلصت كلماتها وقامت بسرعة من مكانها عشان تنزل تشوف باباها، بس لما جت تنزل من على السلم اتفاجأت بالمنظر اللي شافته، ان باباها قاعد مع الحرس بتوعه وقدامه راجل كان باين عليه انه كبير في السن اسمه فهمي. يا حضرة العمدة، أنا ما حليتيش غير حتة الأرض دي، باكل فيها عيش أنا ومرتي وبنتي، وأنا ماليش صالح. الأرض بتاعتك وسط الأرض بتاعتي، وأنا عاوز أضم الأرض كلتها على بعضيها. أنا ما رفضتش يا حضرة العمدة، أنا بقول لك خدها بس اديني بدلها على الإتراف. أنا قلت لا، يعني قلت لا، الأرض كلتها هتتزرع على بعضيها وهتبيع لي حتة أرضك ب30 ألف. 30 ألف إيه بس يا حضرة العمدة؟ هو سعر الجراد كام دلوقتي؟ ده انا كده مش هعرف اشتري ارض غيرها حتى. والله انا قلت اللي عندي. موافق موافق، مش وافق ان شاء الله عنك ما وافقت، ومش هتاخد حتى فلوس الارض. كانت واقفة وهي مش مصدقة اللي باباها كان بيعمله في الراجل الكبير في السن، رغم معرفتها من الاول ان باباها كان بيحاول يقنع الفلاحين اللي موجودين حواليه ان هم يبيعوا الارض بتاعتهم، وفعلا وافقوا عشان يضموها الارض. بس الوحيد اللي ما وافقش كان عم فهمي. سرحت في افكارها بالنسبة لباباها، ما فاقتش منها الا لما سمعته هو بيقول: بقول لك ايه، شكلك مش هتجيبها البر، انا مجهز كل حاجه، امسكوا منيح ومضوا على الورقه. وفعلا بدأ الحراس يمسكوا عم فهمي واحد ورا التاني، وما سكتوش الا بعد ما مضوا على الورقه بتاعت التنازل عن ارضه. ما قدرتش تتملك اعصابها من كتر المنظر اللي هي شايفاه، ولا تتمالك اللي بينزل على خدها من منظر عم فهمي اللي كان قاعد بيقول له: انا عملت لك ايه يا حضره العمده عشان تعملي كده فيا؟ هصرف على بنتي منين دلوقتي؟ تصرف عليها ما تصرفش تتصرف، اديني اعطيتك فرصة وانت ضيعتها من يدك. ابوس يدك يا حضرة العمدة، رجع لي الارض تاني، واضح كده ان انت مش هتسكت. وشاور لرجالته وقال لهم ظبطوه، وفعلا ما سبهوش الا وهو واقع على الارض، وكان بيقول ساعتها: ورد بنتي، ورد ورد بنتي، خلي بالك يا فارس على ورد، خلي بالك من اختك يا فارس. قال كلماته وهو بيتنفس بصعوبة، بس فجأة كل ده وقف لما غمض عينيه. أما سلمى كانت واقفة وهي مش مصدقة خلاص إن كل حاجة انتهت. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر أهله يا رب. ليه يا أبويا عملت كده؟ بس ليه عملت كده في الراجل الغلبان؟ وشوية وأخد الرجالة عم فهمي وودوا لبيته، وفتحت لهم ورد اللي أول ما شافته جرت على باباها وقالت: أبوي، اللي حصل يا أبوي؟ حصل لك يا رد عليا. أبوك خلاص راح، البقاء لله. أنت بتقول إيه؟ أبوي كان ماشي وهو كويس. بقولك البقاء لله، يلا سلام. خرجوا من عندها، أما هي بسرعة نادت على مامتها: الحقيني يامه، الحقيني. في إيه يا بنتي؟ اللي حصل لأبوكي؟ أبوي راح يا أمي، أبوي راح خلاص، والعمدة هو السبب. وبالليل كانوا متجمعين بعد ما ودوه تحت التراب، وبتدخل عليهم سلمى وهي لابسة نقابها الأسود، فبتسلم عليهم وبتقعد جنب ورد اللي بتبص في عينيها بس مش عارفة هي مين بالظبط، بس عندها إحساس إنها شافتها قبل كده. وبره بيت عم فهمي عربيات كتيرة اتجمعت: الحاج يا ست حنان، في حد عاوزكم بره؟ خير، اللهم اجعله خير يا رب. طلعت بره عشان تشوف مين، بس بتلاحظ إن في واحد قدامها واقف طول بعرض. انت مين يا ولدي؟ انا فارس المصري يا أمي، كنت جاي لعمي واكتشفت انه راح. الله يرحمه يا ولدي، بس رجعت بعد المدة الطويلة دي كلتها؟ لسه راجع النهارده يا امي، وجيت على طول لهنا بس اكتشفت اللي حصل. الحمد لله على سلامتك يا ولدي، ادخل جوه استريح،
أختك ورد جوه. لا يا أمي بعد إذنك، أنا طالع برا مع الرجالة عشان أخد عزا عمي. ماشي يا ولدي، الله يبارك فيك. كانت قاعدة سلمى وخدت بالها من الكلام اللي بيتقال لأن كان الشباك جنبها، بس اتفاجأت لما عرفت إن فارس يعتبر عمه فهمي، ومش بس كده هو أخو ورد من الرضاع. وبعد شوية استأذنت وطلعت بره، بس كانت ماشية وهي سرحة في أفكارها وما بتاخدش بالها من اللي خبطت فيه. مش تفتحي يا نسا ولا ايه؟ بصيت له واتفاجأت إنه هو، بس غضت بصرها عنه بسرعة وقالت له وهي ماشية بسرعة: بعد إذن ليك أنا آسف. ودايق ووصلت سلمى البيت، بس كانت لسه هتطلع على السلالم لأوضتها بتتفاجئ بباباها اللي بيقول لها: كنت فين يا محترمة يا بنت الأصول؟ سلمى بتوتر وارتباك: كنت عند ناس يا بوي. مسكها باباها وقال لها: مش عيب عليك تكوني متدينة وما تقوليش الصدق. أنا فعلا يا بوي كنت عند سلمى، بس رحت برضك أعزف عم فهمي. بعدها باباها عنه وقال لها: يلا على اوضتي وما تطلعيش منها النهارده عشان في رجاله جايين. حاضر حاضر يا بوي. تأمر بأي حاجة تانية؟ لا يلا فوتي من قدامي. حاضر يا بوي. وبالليل في بيت عم فهمي بعد ما الكل روح: قولي لي يا امي، عمي راح ازاي؟ ام ورد بارتباك: راح ازاي كيف يا ولدي؟ راح زي ما كلنا هنروح. انتي فاهمه قصدي يا مرات عمي؟ قصدي كيف راح؟ كانت لسه مامة وردة هتتكلم قطعتها بنتها: ابوي اللي عمل فيك ده العمدة يا فارس. كان متوقع فارس الرد ده منها، فطلع من جيبه حاجة بدأ يحركها في ايده. كانت مقصودة في ابوي. وانا عاوز اعرف دلوقتي مين اللي عملك ده؟ يا ولدي خلاص، عمك فهمي راح وخلاص. لا يا امي، حق عمي لازم يرجع. وبص الورد وقال لها: مين يا ورد اللي عملك ده؟ العمدة شريف السعيد يا اخوي. شريف الصعيدي، حاسس اني سمعت الاسم ده قبل كده. على العموم ماشي، أمن مكانه وقال لهم: استاذن دلوقتي وهاجي بكره، بس حق عمه هيتاخد باذن الله. خرج بره البيت وطلع الفون بتاعه وعمل مكالمة. تعرف لي كل حاجة عن اللي اسمه شريف الصعيدي. قفل الخط قبل ما يستنى الرد وكمل طريقه لحد بيت كبير كلف حد يشتريه أثناء ما هو مسافر. وتاني يوم، وكان يوم الجمعة، كانت راجعة سلمى من صلاة الجمعة بس اتأخرت شوية لأنها كانت بعد الصلاة بتقعد تقرأ قرآن وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. كانت ماشية وهي مش واخدة بالها إن القصر اللي قدامها ده قصر فارس الجديد، وبتقف تحت شجرة قدامه لما بيرن الفون بتاعها عشان ترد عليه: سلام عليكم، كيفك يا إناس؟ سلوم، اتوحشتك. فينك يا بتك ده؟ واه، لحقت اتوحشك من امبارح. الله، مش صاحبتي وحقك توحشيني برضك ولا ايه؟ كلي بعجل حلاوه يا بكاش انتي، بلا حلاوه بلا بقلاوه. قولي لي صحيح، هو اللي سمعته امبارح ده صح؟ سمعت ايه بالظبط يا وش الخير؟ يا بنتي سمعت ابوي بيقول لاخوي ان فارس المصري رجع تاني الصعيد، وانا حسيت اني سمعت الاسم ده قبل كده، وقعدت افكر لحد ما عرفت ان ده الجدع اللي انتي معجبه بيه. ايوه صح يا ناس، انا مش عارفه ايه اللي جابه دلوقتي هنا ولا اكتر من كده. طلع الحاج فهمي هو عمه. إناس بمفاجأة: واه واه واه، عمو ازيك؟ ايه اللي لم الشمع المغربي؟ مش عارف، قدر الله وما شاء فعل. دلوقتي بتقولي مش عارفة؟ ده انا يا بت كنت بجيب لك الصور بتاعته تتفرجي عليها، ولا نسيتي؟ لا والله، ده اكتر حاجة ندمان عليها ان عملت كده، لان اللي يعمل كده بتكون عواقبه مش حلوة، وكان المفروض اغض بصري عنيها. استغفر الله العظيم يا رب. وكمان انت اللي بتعمليه برضه مش صح، مفروض احنا الاتنين نندم على اللي عملناه ونتوب لربنا بسببه. فعلا معاكي حق. طب هتعملي ايه؟ فكرك هعمل ايه يعني؟ بعد اللي حصل كده ربي يدبر الامر، ربي يقدر لك كل خير يا اختي الغاليه. امين يا ربي يا اختي الغاليه انتي كمان. كانت بتتكلم في الفون ومش واخده بالها من اللي كان واقف في البلكونه وبيبص عليها. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت بتتكلم في الفون بس ما بتاخدش بالها من اللي كان واقف وواخد باله منها، وهو بيبص على منظرها ولبسها اللي لفت، لأن بقاله فترة طويلة كان عايش بره ونادرا ما كان ممكن يشوف اللبس ده، عشان كده كان بيقول مع نفسه حلو قوي اللبس اللي هي لابساه ده، معقولة لسه في بنات بتحب تلبس اللبس ده وتستر نفسيها بالشكل ده؟ أنا حاسس من لبسها كأنها ملكة، محدش يقدر يكلمها ولا يجي جنبها. كان منشغل بأفكاره عنها. فجأة بيرن الفون بتاعه وبيتصل بالشاب اللي كلفه إنه يعرف أخبار عن شريف الصعيدي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جبت لحضرتك يا فارس بيه كل حاجة عنه. تمام، ابعتها لي على الواتس دلوقتي. حاضر يا باشا. قعد وكان في انتظار الرسالة بكل لهفة وثواني، ورن الفون بتاعه بمجيء رسالته اللي منتظرها، وفتحها وبدأ يقرأ فيها. شريف الصعيدي عمدة القرية، عمل بالظبط مع عم فهمي زي ما عمل مع شرف أخوه اللي كان أحج مني بمنصب العمدة. كان متجوز وانفصل عن مراته، أو بمعنى أصح هربت مني بسبب معاملته اللي ما يعلم بيها غير ربنا، ولي بنت اسمها سلمى واللي طبعها مختلف عني. وقف قراءة وهو بينطق الاسم فيه بكل بطء لأن ذكره بحاجات حصلت زمان. سلمى، عشان كده ابتسم بشرود لأن ليه ذكريات كتيرة معاه لسه في فكره، ودامت لأكتر من 15 سنة قبل ما يسافر. فلاش باك من سنين لما كان فارس لسه صغير، وكان لسه راجع من الكتاب بتاع الشيخ، بس وهو ماشي اتفاجأ ببنت جميلة صغيرة كانت ماشية مع واحدة واللي افتكرها مامتها في الأول، بس بعد كده بيعرف إنها المربية اللي بتراعيها وبتاخد بالها منها. كانت ماشية البنوتة ومعاها المربية بتاعتها، بس فجأة ما بتاخدش بالها من الطوبة اللي قدامها فبتتكعبل فيها. قرشلي قرشلي وكاني. جرب بسرعة عليها فارس وقرب منها وقال لها فيكي حاجة؟ انتي كويسة؟ اما هي اتفاجأت منه في الاول، بعد كده رجعت خطوة لورا. انا الحمد لله كويسة، بس ممكن تبقى شوية عشان انت قريب قوي. حس بحرك شوية وبعد عنها اكتر، وبالرغم من احراجه الا ان كان مبسوط من ردة فعلها بالرغم من صغر سنها، فحب يكافئها فطلع من جيبه بونبونية صغيرة ومد ايده ليها. صح معاكي حج، ما تثقيش في حد ان يجرب منك بالشكل ده. شكرا، بس هو اللي يخليني اثق فيك ان انا اخد منك دي. ابتسم على براءتها وانها بتقوله كده في وشه، وكان هيسحب ايده ويقول لها معاكي حق. ردت هنا المربية بتاعتها وقالت مش انت يا ولدي ابن عم مختار؟ ايوه انا ابن عم مختار. يبقى ماشي يا سلمى خديها مني. حاضر. خدتها منه سلمى وقالت له متشكرة ليك. الشكر لله. مشيت سلمى وقامت وكان بيبصلها من بعيد، ودي تقريبا كان اخر مرة يشوفها فيها، بس لسه قلبه متعلق ومعجب بالطفلة البريئة المحافظة على نفسها. فمن سرحانه مع ابتسامة على وشه، بعد كده افتكر اللي عاوز يعمله عشان خاطر عمه، وبسرعة ركب عربيته وراح على بيت عمه. بس اول ما دخل لا حالهم ما يصرش. السلام عليكم، مالكم عاملين كده كده ليه؟ وعليكم السلام يا ولدي، الحمد لله بخير. تعالى يا ولدي اقعد. ماشي يا امي تسلمي. قعد فارس ورحيل. بقول لك ايه يا امي، ممكن تعملي لي واحد شاي بعد اذنك؟ من عينيا يا ولدي، دقيقتين ويكون جاهز باذن الله. متشكر يا امي. راحت مامت ورده عشان تحضر له الشاي، اما هو قرب ناحيه ورده وقال لها ما تقلقيش يا ورد، حق عمي هجيبه خلاص وعرفت اجيبه ازاي. بجد؟ بجد يا اخوي؟ ايوه بجد. طب ازاي؟ كله هيكون باوانه باذن الله. قال كلمته وختم جملته بابتسامة ما تبشرش بأي خير. وبعد أسبوع بيقابل فارس صاحبه عنده في القصر اللي نزل مخصوص من القاهرة، والنهاردة كان وقت رجوعه واللي اسمه عصام، وحكاله فارس كل حاجة. يا نهار أبيض، أنت متأكد إن أنت هتعمل كده؟ عاوز حج عمي عصام وما فيش غير كده. طب والبنت دي ذنبها إيه؟ هكسروا بيها؟ أنا عرفت إنها بنته الوحيدة، وتأكدت كمان إن استحالة يجيب بعديها. أنت اتغيرت كده ليه يا فارس للدرجة دي؟ ده هي أيام معدودة بس يا راجل، ده أنت ما كنتش كده خالص. أنا عاوز أفهم إيه اللي غيرك بالشكل ده؟ وبعدين أنت من أسباب رجوعك هنا البنت اللي كنت بتقولي عليها الصغيرة. بقول لك إيه يا عصام، أنا قفلت على الموضوع ده وما فيش في دماغي دلوقتي غير إن أجيب حاج عمي. بس يا فارس البنت دي ملهاش دخل في أي حاجة حصل، وبعدين المعلومات بتقول إنها بعيدة عن أبوها وعن أي حاجة بيعملها. طب ومرات عمي اللي تعتبر أمي وليها فضل عليا، كان ليها دخل في إن جوزها يروح بالشكل ده؟ وكمان بنت عمي يحصل فيها كده وأرضهم تتاخد ليه قدام عينيهم؟ تقدر تقول لي هياكلوا منين؟ ما انت هو موجود يا فارس ومعاك فلوس تأكل مصر كلها. طب افرض اني مش موجود دلوقتي، كيف كان هيبقى حالتهم؟ يبقى الصح ان انا اخد حقهم. اما عصام وهو زعلان على حال صاحبه بسبب ان الشيطان غيب مخه،
لدرجة إنه عاوز يعمل في واحدة حاجة ملهاش ذنب في أي حاجة. فقام عصام وقال له: ربنا يهديك وترجع عن اللي في دماغك ده وتحاول تعرف أكتر عن مش عاوز أعرف عني يا حاجة. بكرة هامر الرجال يجيبوها لحد هنا وأنفذ اللي قلت عليه. وتاني يوم الساعة 6 بعد المغرب كانت راجعة سلمى من درس تحفيظ القرآن، وفجأة وقفت عربية سودة قدامها وفي ثواني كانوا مركبينها وخدوها ونزلوها جوه الفيلا وفكوا الرابطة من عينيها. وبدأت الرؤية توضح ليها شوية بشوية لحد ما عرفت اللي واقف في وشها، فتحرك لسانها بمفاجأة ولما شافته فارس. أيوة فارس يا حلو، انتي بقى سلمى؟ هزت راسها من غير ما تتكلم بولا كلمة مع اللي بيتساقط على خدها من طريقة كلامه اللي ما كانتش متوقعاها. وبعد كده كمل وقال لها: وانتي عرفتي اسمي منين بقى يا شطر؟ اوعك ابوك يكون جايل لك كل حاجة وانتوا الاتنين شركة مع بعضيكم. اتوترت سلمى وبدأت تتعرق وتشبك صوابعها في بعضها وكملت وقالت له: لا أنا أبويا ما مش مع أبويا في حاجة. إيه مش بتعرفي تتكلمي كمان ولا إيه؟ اتفاجئت من نبرة صوته وحاولت تستجمع كلماتها وهي بتحاول تنطقها بس مش قادرة. هو حضرتك عاوز مني إيه؟ عاوز منك إيه؟ مد إيده عشان يسحب إيديها لكن اتفاجئ من ردة فعلها ان بعدت عنه، وده خلى عنده لحظة صمت لما فكرته بزمان. عشان كده توقف لثواني وهو بيبص لها ووقف وعطاها ظهره وقال لها: اقعدي دلوقتي ومش عاوز صوت ولا مش هيحصل لك حاجات منيحة. المأذون جاي حالا هو وابوك هيشرفوا هما التنين. مجزون يا ده دلوقتي هتعرفي كل حاجة يا حلوة. ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل قدامها وكأنها في حلم من أحلامها، وفعلا بيجي باباها الأول اللي كانوا جايبينه مغميين عينيه. فبيقرب منه فارس وبيقوله: طبعا انت ما تعرفنيش بس انا عارفك منيح، وما تعرفش انا جايبك ليه هنا، بس احب اقولك ان انا جايبك عشان هتجوز بنتك وما يرضنيش ان انا اتجوزها من غير اذن وليها، وطبعا ده لو عاوزها سليمه. كان لسه هيرد عليه العمده بس اتفاجئوا من ردها هي كلهم لما قالت: وافق يا ابوي وافق لاني موافقه. كانت عارفه انها بموافقتها ديت بتضحي بحياتها كلها في سبيل اللي عمله باباها، لأنها كانت عارفة ومتأكدة إن بيعمل كده عشان يرد اللي حصل لعمه، والله أعلم هيعمل إيه فيها. وبالفعل دقايق وبتكتب كتب الكتاب، وبعديها على طول بيودوا العمدة مطرح مكان. وهنا بيقرب عصام صاحب فارس منه وبيقوله: حرام عليك يا فارس، ارجع اللي انت عاوز تعمله ده، البنت شكلها غلبانة ومحترمة. بقول لك ايه، انا خلاص اخدت قراري ومش هرجع فيه. طب بص لها كده، بص لها عشان تتأكد. سمع فارس كلام عصام وبص ناحيتها، ومع اللي بيتساقط على خدها حس في قلبه بإحساس غريب أول مرة يحسه ناحيتها، بس كمل بعند وقال: لا حق يا عمي هاخده منيها، يعني هاخده منيها. إلا يريحك يا صاحبي، بس خلي بالك أبوها نفسه شكله ما بقاش عليها لأنه ما ترددش لحظة إنه يديها لك، فأنت وهي زي بعض محتاجين حقكم منه. قال كلمته ديت وراح مشى وساب صاحبه. أما فارس شبه اقتنع بالكلام اللي قاله فقرب منها وقال لها بكل هدوء: اطلعي دلوقتي ترتاحي. استغربت من طريقة كلامه لأن دلوقتي بيكلمها بكل هدوء والأول مرة بتبص له بحرية لأن دلوقتي هو زوجها وحلالها. وكملت بتساؤل وقالت له: انت بتقول لي اطلع استريح؟ قصدي ان انت تطلعي تستريحي دلوقتي عشان من بكرة هتشتغلي شغالة هنا في البيت. شغالة؟ ايه هو انا ما قلتلكيش ولا ايه؟ لا ما قلتليش، بس ماشي اللي انت عاوزه بعد اذنك. اتحركت سلمى من مكانها، اما كلمتها ما كانش قادر يستحملها لدرجة ان ما كانش قادر يبص عليها وهي ماشية ولا حتى يقول لها اوضتها فين. وفعلا بتطلع فوق بس ما بتعرفش انه باب هو اوضتها، فبتدخل وبتترمى على السرير بنقبها، ومن كتر تعبها بتنام في ثواني وشوية. وبيطلع فارس بس بيتفاجئ من وجودها في اوضته وبيتضايق لما بيلاقيها على السرير بتاعه، فبيقرب منها. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقرب منها، واللحظة كان هيصحيها، بس لما لقى براءتها وهدوءها وهي نايمة قرب منها أكتر ومد إيده عشان يشيل نقابها، بس رجعها تاني ومنع نفسه، وكان واقف ومش عارف يعمل إيه، لأن كان حاسس في قلبه بمشاعر غريبة وتوتر أول مرة يحسه. راح قعد وهو بيبصلها بشرود، وهو مش حابب اللي هيعمله فيها، لأنها في اعتقاده إنها تستحق ده، لأنها بنت اللي عمل ده في عمه. كانت الأفكار قاعدة تدور في دماغه، وهو بيقول لنفسه: متأكد من الخطوة دي؟ فوق لنفسك يا فارس، انت متأكد ان انت عاوز تعمل كده فيها؟ ورد على نفسه وهو بيقول: ايوه هي تستاهل، وابوها هو اللي عمل في عمي كده، بس واضح ان البت اخلاقها منيح وما يطلعش منها حاجة زي ابوها. لا هيطلع، ومسيرك هتشوف ده. حس بصداع في دماغه من كتر الافكار اللي فيها، فقرر انه يقوم يرتاح ويسيب لها الاوضه، بس وهو طالع بص ناحيتها بصه اخيره، وحس بفضول جوانا عاوز يشوف وشها، عشان كده قرب منها تاني ومد ايده عشان يشيل النقاب، بس اتفاجئ لما شاف وشها ان نفس وش الطفله اللي كان شافها زمان، الى جانب الشمه الصغيره اللي مش باينه في خدها، وقعد يربط الخيوط ما بين بعضها. معقولة ديت هي ديت؟ نفس الاسم ونفس مكان الشامة؟ لو كمان لما جيت اسحب ايديها رفضت وعملت زي زمان. وقف متفاجئ وهو مش عارف يعمل ايه، وكمل بتفكير لنفسه: يا ترى هعمل معاك ايه يا سلمى من دلوقتي؟ انا مش مصدق ان انت نفس البنت اللي اتعلق بيها قلبي زمان بسبب اخلاقها. معقولة بعد السنين دي كلها تكوني قدامي ومرتي؟ بس للأسف الحلو ما بيكملش، لأنك بنت الراجل اللي عاوز اخد حقي مني فيك انت يا سلمى. وبسرعة اتصل فارس بعصام اللي جاله خلال دقايق، وحكى له كل حاجة هو شافها، واتفاجئ عصام من اللي قاله فارس. يعني ايه يا فارس؟ لو ترجع عن اللي في دماغك عشان سلمى؟ رغم مش عارف ازاي ان انت كنت من الاول عاوز تعمل كده في واحدة حتى لو ما كانتش هي. ما بقتش عارف يا عصام، بس لازم اجيب حق عمي. حتى لو كانت هي، انا عاوزك تفكر تاني يا صاحبي، هي مش شبهه خالص، وده واضح قوي على فكرة. بس انا خلاص عطيت وعد لمرات عمي وبنتها ان اجيب حق عمي، بقى في الاخر يتعلق قلبي ببنت اللي عملك ده؟ اقابلهم باي وش ازاي دلوقتي؟ فوق بقى من اللي انت فيه ده، انت مش عارف تعقل كلامك ولا تفهمه بجد؟ ما بقتش عارف حاجه. بص يا صاحبي واسمعني كويس، انا كنت بحاول اقنعك من بدري ان انت ما تعملش حاجه للبنت ديت، لان انت واعي كنت هتعمل ايه اصلا. ايوه واعي، ومش عاوز افتكر انا كنت هعمل ايه فيها، بس مفيش بس يا صاحبي، انت ما كنتش هتعمل فيها حاجة ترضي ربنا عز وجل ابدا. انت كنت هتشغلها هنا، الى جانب ان انت هتدور وسط البلد كلها وتقول انها ماشية معاك من غير ما يعرفوا انها متجوزاك، عشان تخلي راس ابوها تحت التراب، وتفتكر بعد كده هتكون خدت حقك. دي مهما كان بقت مراتك دلوقتي يا شيخ. كانت كلمات عصام على فارس زي المية الساقعة اللي فوقته، وكان متصدم من نفسه ازاي كان فعلا هيعمل فيها كده او في غيرها، وحس ان الموضوع فعلا ما كانش صح من الاول، عشان كده رد على عصام وقال له: معك حق يا صاحبي، عشان اجدنا هخلي الجنون ياخد مجراه باذن الله. وتاني يوم صحت سلمى بعد ما اتوضت وصلت فرضها، وقعدت تقرا وردها من القران، وبعديها خدت ادوات النظافه ونزلت تحت عشان توضب البيت، بس كان قاعد على اللابتوب بتاعه في اول مكان كان هتنظف فيه البيت، فضلت واقفه مكانها ما بتتحركش ولا بتقول كلمه، وهو اول ما بصلها للأسف قلبه افتكر اللي عمله باباها، فرد عليها بجدية زايدة وقال لها: واقفة كده ليه؟ عاوزة ايه؟ أني يعني هو المفروض أني هو انت هتنجطيني تاني بالكلام؟ سكتت أول ما على صوته ما قدرتش تستحمل، فاكتفت باللي بيتساقط على خدها، وهو رفع دماغه من اللاب بتاعه اللي كان قدامه اتفاجئ من منظرها. هو انت بتعيطي كده ليه؟ هو انا عملتلك حاجة؟ ما ردتش سلمى عليه، فقام وقف قدامها وهو بيقول لها: ردي عليا يا سلمى انا بكلمك. ما قدرتش تتكلم وزادت في اللي هي حاسه بيه، عشان كده فاجئها لما راح شال نقابها بسرعه منها، فرجعت لورا واتفاجئت من اللي عمله، وكمل وقال لها بكل هدوء: على فكره انا جوزك. حست ان قلبها بيدق لاول مره، لان قد ايه الكلمه دي طالعه منه حلوه بعد الاحداث اللي حصلت دي كلها، وكمل وقال لها: قولي لي كنت عاوزه تقولي ايه؟ حضرتك قلتلي ان احنا هنرجع البلد. حصل ان قلت كده. طب متى هنرجع؟ رجع قعد ومسك اللابتوب وراح قايل لها: خلاص احنا مش هنرجع تاني، انا غيرت رأيي. ليه غيرت رأيك؟ ده زمانهم بيدوروا عليا دلوقتي لان ما يعرفوش مكاني. ايوه وهو ده المطلوب. بس انا عاوز اعرف ابويا مكاني عشان يعرف ان انت جوزي،
لحسن يكون بيدور عليك انت كمان دلوقت ويعمل فيك حاجة. يعمل فيا ايه؟ ولا يقدر يعمل حاجة ليا ولا ليك بإذن الله طول ما أنا عايش وموجود. أثرت كلمته على قلبها، وبالرغم من اللي هي فيه لكن حست بالأمان والثقة في كلامه. ومر أكتر من شهر على سلمى وفارس، ما كانش فيه جديد ما بينهم هما الاتنين، وبرغم إن كلامهم كان قليل إلا إن الإعجاب كان ما بينهم بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. وفي يوم كان راجع من الشغل بتاعه وحس إن عاوز يفرحها، فبيفاجئها وبيقول لها إن هيرجعها النهاردة لبيت باباها، لكن كان ردت فعلها مفاجئ بالنسبة له، إنها ما قدرتش تتمالك اللي بيتساقط على خدها. إزاي هترجع لباباها بعد الغياب ده؟ أكيد هيعمل فيها حاجة مش حلوة، إلى جانب إن دلوقتي قصد فارس إن هو هيسيبها، فهترجع تعيش تاني مع باباها ويمد إيده عليها من جديد، لأن طول ما كانت عايشة هناك ما شافتش معاملة منه حلوة. كل الأفكار دي كانت بتدور في دماغها، وكان شايفها فارس، فقرب منها وقال لها: مالك يا سلمى؟ أنا افتكرتك هتكوني مبسوطة. بجي عاوز ترجعني لأبوي بعد شهر ونص، ده أكيد هيعمل فيا زي ما عمل في عمك. ما تخافيش يا سلمى، محدش يقدر يجي جنبك ولا حتى يكلمك، وبعدين أنا جوزك وأنت مرتي، يعني في حمايتي. جوزي؟ جوزي إيه بس؟ أنت كمان عملت فيا زي ما هم عملوا، تقدر تقول لي سيبني هنا لحد شهر ما عبرتنيش فيهم، ولا راضي حتى تقول لي كلمة باللي ريجي، ولا حتى تطمني. وغير كل ده وده، شكت فيا إن أنا مع أبوي وعملت كده في عمك معاها. فاكر يا فارس أول مرة شفتك فيها وعرفتك إزاي؟ عرفتك لأني عملت حاجة ما ترضيش ربي عز وجل، وربي يعلم إني ندمان عليها. دخلت على صفحتك الشخصية وكنت أخد صورك وأبص فيها لأني كنت معجبة بيك، بس الحمد لله فقت من اللي أنا فيه، ومبقتش أحب حد فيكم خالص بسبب كل اللي عملته فيه. كان واقف ومتفاجئ من كلماتها، وهو مش مصدق اللي كان بيسمعه بودانه، لأن كان زي ما هو معجب بيها من وهو صغير، بس احتفظ بالإعجاب ده في قلبه عشان ما يغضبش ربه. أما هي وقفت اللي ما كانتش بتعمله صح عشان برضه ترضي ربها، وكمل وقال لها: هفهمك كل حاجة بعدين يا سلمى، بس أنا عاوزك تثقي فيا دلوقتي وإنك في حميتي بإذن الله. وبالفعل راحت معاه وتحركوا بالعربية، وفي خلال نص ساعة كانوا جوه بيت ورد، لكنه مدهاش فرصة إنها تتكلم بولا كلمة، وقال هو كلمة واحدة: خلي بالك على سلام. سابها وخرج بسرعة، لكنها كانت خايفة عليه لأنها حست إن دلوقتي وقت المواجهة اللي هتكون ما بينها وما بين باباها. أما هو وقف بره وهو بيكلم عصام: ها طمني يا عصام، عملتوا إيه؟ أهو جايين وكل حاجة جاهزة، بس في حاجة لازم تعرفها. وإيه هي الحاجة دي؟ سلمى، سلمى مش بنت العمدة دي، كان واخدها من الدار وربها عنده. اتفاجئ فارس، لكن في نفس الوقت حس بفرحة كبيرة في قلبه، وكمل طريق البيت العمدة، وخلال دقايق كان جوه القصر. والله برافو عليك يا عمدة، بتعمل خير كبير والله. انت مين؟ وايه اللي دخلك هنا؟ هو انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ مش متذكر الصوت؟ انا جوز بنتك سلمى، ولا اقول انها مش بنتك؟ اتفاجئ العمدة من كلمته وانه ازاي عرف ده. ايه اتفاجئت؟ صح، وافاجئك اكتر كمان، السناديك اللي وراك فيها حاجات ما ترضيش ربنا عز وجل، وخلال ثواني هتشرف في المركز. وفعلا في خلال ثواني دخلت الشرطة ومسكوه ودوه على المركز. أما فارس طلع بسرعة يجري على سلمى وخدها وطلعها بره، وكان بيقول لها: خلاص يا سلمى، كل حاجة انتهت بفضل الله. هو ايه اللي حصل؟ قبضوا عليه وإن شاء الله ينتهي هناك. بس ده مهما كان أبوي فأنا زعلانة عليه. لا مش أبوك يا سلمى. مش أبويا؟ كيف يعني؟ حكى لها فارس كل حاجة، أما هي ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه منه، بس ما كانش ده همها، لأنها كملت وقالت له: طب دلوقتي لما عرفت اللي حصل انت هتسيبني يا فارس؟ لا، مين اللي قالك كده؟ ليه؟ ما الحكاية خلصت خلاص والقصة انتهت. مزاجي. والله كيف يعني؟ ايوه مزاجي ان انت تكوني مرتي. طب انا عاوزة ابعد عنيك، مش عاوزة اكون مرتك. لا مش هسيبك. لا ليه؟ مش اتخذت حق عمك اياك ولا ايه؟ وعاوز حق انا كمان. حقك؟ ايوه حق اللي كان اكتر من 10 سنين، وانا منتظر اليوم اللي اتجوزك فيه. فاكر الولد الصغير اللي كان طالع من الكتاب؟ هو انا الولد ده، وبسبب اخلاقك معرفتش انساكي من بعديها، عشان كده وعدت نفسي امام الله ان ارجع وادور عليكي وتكوني مرتي. وبالفعل بقيتي. انت بتتكلم جد؟ ايوه بتكلم جد.
موافقة تكملي حياتك معايا يا زوجتي الغالية؟ سلمى بتأثر؟ أيوة طبعا موافقة. ولحد هنا تكون انتهت قصتنا النهاردة يا أحلى أخوات. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.